بألف هنا وشفا. شكرا يا ابو احسان. قولي يا احسان على طول. شكرا يا احسان. جدع انك نزلته يا حورس. اتصل بيا وقال لي انه مخنوق من اخته. ماشي، بس بقول لك ايه، انت لو ما وقفتش وشفت حالك وحال ابوك في القهوه، امي مش هتكمل في الجوازه دي، ولا انا كمان يا حورس. وربنا هنزل اقف، بس الحكايه مش قفش كده. اصل الواد هندي دوت عيل رخم ومش عايز حد يقف معاه، وهو ما بيتقنيش لله في لله كده. ما هو انت ماشيك مع لطفي ده اللي قافل منك اهل الحاره كلها يا حورس، وانت غلبان ومش شبه. والله العظيم سبته ودلوقتي بقيت ماشي مع هوجن. هوجن ابن حلال؟ بس هو انت يعني لازم تمشي ورا حد يا حورس؟ ما تخليك مع روحك. ما انا مع روحي اهو يا سونسون. ايه سونسون دي؟ لا وربنا لفسخ الخطوبه وقتي. مفيش كلام حلو غير بعد الجواز. خلاص يبقى نحوش الحلو كله لما نكتب الكتاب ونعلي الجواب.